سلام الله عليكم، هذا تشاك، خدام في شركة فيدكس للتوصيل. إنسان عملي وملتزم بدك الشي اللي عليه وصارم، بحكم أن خدمته مبنية على الوقت. بما أنها شركة توصيل، في الحاجيات دي الناس خصهم يوصلوا في الوقت المطلوب، وتشي تأخير ما مقبول. وهاد تشاك كان كيسهر على الكبيرة والصغيرة في السيرفيس عنده باش الأمور تمشي على أكمل وجه. وهادي مرتو كيلي، عايش هو وياها في الراس، وكيبغيو بعضياتهم ومرتاحين. واحد النهار من بعد ما تعشاو مجموعين، وصلاتو للمطار باش غادي يمشي مع شي سلعه يوصلها. قبل ما يمشي عطاتو واحد المكانه قديمه ديال جدها فات صورتها كادو. مشات في حالها، طلع للطياره غادي في الطريق، وتشاك ناعس. فاق لقى لي بيلوت مبرسطين توضروا على المسار ديال الرحله بسبب شي عاصفه، وتقطع التواصل ديالهم مع جميع القواعد. دخل للطواليت يغسل وجهه، وهي تبدا الكارثه. بدات الطياره طايحه من السماء، وهما يبداو يوجدوا في الطوارئ، والطياره طايحه بالزربه. حاولوا معاها والو. واحد اللحظه تشاك طاحت ليه المكانه، ما فرطش فيها، بزز هزها شويه. الطياره وهي تضرب في البحر تفرقع الموتور، تشاك هبط لتحت. جاب الله عنده بوي مسدوده حلها، غدا طالعه به تحبسات مع واحد الحديده، وخونا مخنوق قطعها وهو يطلع. الظلمه والشتا والبرق والبحر هايج والمواج عالين، وخونا تشاك مغيب فوق البوي. فاق لقى راسو في جزيره خاليه ما فيها حتى واحد. فاق مصدوم ما فهم والو، وخرجوا معاه حتى شي كراتن من اللي كان غادي موصل في الطياره. بدا كيغوت زعما يسمعوا شي واحد، ولكن والو، الجزيره خاويه. بدا كيجرب يكتب مساعده كبيره باش يشوفوه، والو. شاف تعيا هو يشد واحد الكوان وريح كيتامل في الكادو ديال مرتو. الليله الاولى ما نعسش على خاطره، بات كيتنقز. الصباع عاود جرب طلب المساعده عاوتاني، والو. كيجمع في الكراتن اللي خرجوا معاه، سمع شي صوت، بدا كيغوت وتا واحد ما كيجاوبو. كيستف في الكراتن وهو يعاود يسمع الصوت، دار القاع ديال الكوك كيطيح من النخل، وبدا كيهرس فيها باش يشرب ماها، ما بغاتش تهرس. واحد اللحظه لقى القالب وبدا كيحل. الاولى ضاعت، الثانيه شرب منها اعتق الروح بعدها، وبدا كيندمج شويه، وصيب صباط من حويجو الوراق ديال الشجر، وبدا كيكتشف في الجزيره. طلع للفوق ديال واحد الجبل، وهو يعرف الحقيقه ديال فين حصل. جزيره لاحونه، لا فران لا طاحونه. وهو يبان ليه البيلوت ميت من الفوق، هبط كيجري جبدو، خدا ليه الصباط واخا صغير وواحد البيل، ولقى بسطامو فيه تصويره ديال عائلته، ودفنو ودفن معاه التصويره، وكتب سميتو والتاريخ ديال المده اللي عاش، وعدل الصباط خرج منه السراجم واندمج مع الحياه الجديده. ولا غاباوي كيشرب البقايا ديال الندم ماشي حتى الشتا، وبدا كيجرب يصيد الحوت وما صيد والو. واحد النهار بالليل بان ليه الضو ديال واحد الباطو بعيد، شعل بيل وكيغوج بالجهد باش يشوفوه ويعتقوه، ولكن شكون سمعك اخويا؟ صباح الصباح هز البوي وبدا قاصد الباطو داخل، والموج كيهرس عليه، وهو داخل بقى محارب مع الموج والو. واحد شويه جاب الربحه وتضرب ليه فخده مع صخره، هو يرجع في حاله. والشتا بدات كتصب وحالته حاله. دبر بعد على واحد الكوخ تخبى فيه على الشتا، وتكى نعس وداست الليله على هذا الحال. صباح فاق بدا كيحل في الكراتن، ولقى بزاف ديال الحوايج، كارت بوستال، بالون، صباط ديال التزلج، كسوه، وبدا كيستغل في هادشي اللي لقى. واحد اللحظه بغى يشعل العافيه، بقى مضارب معاها، يدو طابج والعافيه ما شعلاتش، استسلم ومشى يعدي بالكوك. شويه رجع جرب بطريقه اخرى، حيت يدو طابج كيحك وهو يتجرح من يدو وهو يتعصب. شويه هو يرسم وجهه في البالون بالدم ديالو، وبدا كيتحتت معاه زعما باش ما يقنطش، وعاود كمل تشعل العافيه وكيهضر مع البالون. تبدات كتشعل وهي تعاود تطفى عاوتاني، هو يجعر عاود بدا كيحك بالجهد. واحد اللحظه وهي تشعل العافيه، خونا هو يفرح بحال الوليد الصغير، هو يبدا يزهر فيها وريح كياكل وكيتحتت مع البالون، وكيشرح ليه فين طاحوا وفين خرجوا وكيفاش يقدروا يعتقوه زعما. وهما كرة ضربوا عليه كسكسو في هاد اللحظه. واحد الدرسه عدبات وما لقى ما يدير لها، عيام يهمد فيها تسكت ما بغاتش، وهو يقرر يحيدها بالصباط ديال التزلج. وتخيلوا معايا المنظر، في كساف السنه وهز حجره وهو يضرب بالجهد وهو يطيح كاو. ضربات 4 سنين على هاد الحال، خونا هو يولي طارزان وتاقلم مع الحياه، وكيبان ليا محال يبغي يمشي ليهم من هنا وخا يلقاوه. واحد النهار ناعس ضرباتو الفيقه، سمع شي صوت، خرج لقاه طرف من واحد الطار وحاشاكم ليحو البحر، وهو يفكر يستعملو شي راع ويخرج من هاد الجزيره. وبدا كيصيف واحد اللعيبه بحال الفلوكه، وبدا كيجمع في العود، رجع الصباط شاقور وما كاين غير هرس وجمع، وخاصينو الحبوله باش يحزم، صايبهم من الغطا ديال العود، وبقى خدام وكيحسب شحال باقي ليه على الوقت اللي غادي تقاد فيه الماريه باش يقدر يخرج، وخاصو يكمل الفلوكه قبل هاد الوقت سينو تسنى عام اخر. وكيعرف الاوقات غير باتجاه الرياح، وخدامو كيتفاهم مع البالون. وواحد اللحظه تعصب عليه وهو يبدا يخاصم عليه، وهزو لاحو من فوق الجبل، شويه بقى فيه وبدا كيقلب عليه يتسامح معاه، ولكن البالون مشى
واحد اللحظة هو يلقاه وطلب منه السماحة وقال لي ما نبقاش نعودها وعاود صبغه من جديد وتهلا فيه وكمل الخدمة دياله. كل شيء وجد بقى خاصه غير الوقت اللي خاصه يخرج فيه وهز معاه كاع داكشي اللي عنده وحزمه في المركبة وديمارة غادي عاوتاني محارب واخا الموج الصخر خونا شاق البحر. وصل الموجة الاخرى فين كيهرس البحر وهو يدير لها اللعيبة طلق الشراع عاونو البرد وهو يشق الموجة وفاتها وداز بسلام وبقى غادي كيجدف على مولانا ما عنده التوجه كتصب بالشك يعمر الخاوي ديال الكوك وكيخبيه باش يشرب منه وسمك الحوت دايز من حدا بحال شنيولة ومرة مرة كيهبط يصيد وكيطلع هذا فات طارزان طارزان حدو البنان اما هذا كيضرب حتى الحيتان. وواحد النهار ويجي عاصفه خيبه طار الشراع هو يشد مزيان في العود والموج عالي شويه زقات الوقت وهو مغيب البالون عشيرو وهو يطيح داه الماء بدا كيترش عليه واحد الماء هي تضربو الفيقه فاق هو يلقى البالون مشى وهو يتلاح باش يجيبو ولكن الطاقه ما كيناش والبالون غادي مسكين بسبب المده اللي دوز معاه ربى عليه الكبده وبقى كيبكي وكيتاسف من بعد ما مشى وكمل طريقه على هاد الحال. وواحد النهار هو يتم ديز من حدا باطو كبير ديال السلعه وهو ناعس ومع الصداع ديالو هو يفيق شافوه فرح ولكن الطاقه ما كيناش باش يدير شي حركه ولكن في الاخر شافوه وعتقو. مرتو كيلي وصلاتها الخبار غيباش حيت كتصاحبو مات وتزوجات وهو جاي في الطريق وكلشي كيتسنى فيه وصاحبو قال ليه راه درنا لك جنازه ودفناك وكلشي كيصاحبك متي وتاكي لي مرتك. رجع لبلادو وكلشي مستقبلو كيحتفلوا معاه وواحد اللحظه دخل عنده راجل كيلي جديد وشرح ليه وقال ليه باللي كيلي كتصاحبك متي وتزوجنا وهي دابا راه مصدومه وطلب منه السماحه ومشى. تشاك شافهم اللي كانوا غادين بقى كيشوف ومصدوم صحابو كيحتفلوا به وهو غام صدوم. واحد الليله مشى عندها حتى للدار استقبلاته مزيان وهو حشمان يقول لها شي حاجه وجبدوا الذكريات ولقاها ولدات بنيه ومحتفظه بالطوموبيل اللي كانت عندهم وعطاتها ليه كان غادي في حاله وهي تعيط عليه باش تمشي معاه. تركبات وواحد اللحظه هو يتنادم معاه الحال ورجعات لدارها وهو صافي تقبل ونسى وشرى لبسه ومشى يكمل خدمته ووصل هذوك السخاري اللي كانوا في الكراتن اللي حصلوا معاه في الجزيره لمواليهم وكمل حياته. واجمل عبره في القصه وهي المبادره اللي قام بها تشاك باش يخرج من الجزيره ويلقى حل عكس بزاف ديال الناس من اللي كيطيحوا في ورطه او حاله نفسيه ماشي في صالحهم كيبقاو يبكي ويشكي ويلوموا عوض يلقاو الحل. وتا بالنسبة للناس اللي تيآمنوا بالفرص بصح تشاك تعتق عن طريق فرصة ولكن إلا لاحظتو كون ما تحركش ودار حل لراسو ما كانش غادي يتصاطح مع الباطو. ومن هنا نقدروا نستنتجوا أن الفرصة ما كتجيش حتى لعندك وإنما تقدر تقسم معاك غير الطريق وبطبيعة الحال الإرادة والعزيمة هما الوقود. وهنا غادي تكون سالات القصة ديالنا ديال اليوم. كان معكم محمد الزاهي لدعم المحتوى المرجو الاشتراك في القناة على اليوتيوب ومتابعة الصفحات على الفيسبوك والإنستغرام وكيف العادة إلا عجبك السون علاش لا شي جام وكومنتار علاش وإلا عجبك السون علاش لا شي جام وكومنتار نتشوفو.